معي من 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 الرياض العميد محمد البقمي مدير مرور الرياض. اهلا عميد. الله مساك الله بالخير. مسيت بالنور، حياك الله. ابقاكم الله. هالاجتماع الناس تتوقع منه ان شاء الله كل خير بينكم وبين التعليم. الاحد الجاي ترى الناس يعني من الان باديه تخاف من عوده الدراسه يوم الاحد الجاي. اول شيء مساكم الله بالخير. نسيت بالنور. حقيقه فرصه مباركه اني اقول للمعلمين والمعلمات والطلبه كل عام وانتم بخير وعودا حميدا ان شاء الله. بالعكس اللي هم يعودوا لمدارسهم يسلكون طرق امنه وهادئه. طبعا اداره مرور منطقه الرياض بتوجيه سمو سيدي امير منطقه الرياض وبمتابعه حثيثه من معالي مدير الامن العام ومدير شرطه المنطقه وكذلك مدير الاداره العامه للمرور عدت خطه متكامله لاستقبال المعلمين والمعلمات وكذلك الطلبه للعوده لمدارسهم وذلك لتوفير الامن المروري في كافه الطرقات المؤدية للمدارس وبحيث انه يصلوا الى مدارسهم بسلامه وفي الوقت المحدد دون تاخير. طبعا الدراسات اللي عملت مؤخرا تشير الى انه الاكثر ارتكابا للمخالفات المروريه وبالتالي الحوادث المروريه هم فئه الشباب وهم المستهدفين الحقيقه من اي خطه مروريه للحفاظ على سلامتهم. من هذا المنطلق يعني تم الاجتماع مع مدير سعاده مدير تعليم منطقه الرياض للحقيقه لاستقبال الطلبه في اليوم الاول بالنزول ميدانيا سواء من قبل منسوبي المرور او من قبل منسوبي التعليم وتوزيع البروشورات التوعويه وايضا اعطاء الارشادات الشفهيه في الميدان. أبقولك عميد إذا تأذن لي، يعني الناس تتكلم يعني في الفترة الماضية ونبغى منك تأكيد أو نفي عن أنه في تقديم أو تأخير للدراسة عشان ما يكون في اختناقات مرورية تكون كبيرة بسبب وجود يعني مترو الرياض ومشروع مترو الرياض. طبعا لم يستجد أي شيء في الأمور هذه أي؟ ولا في المواعيد. طبعا هذه في الجهات المختصة يعني لو في صار يعني أي؟ تاخير او تقديم المواعيد سيعلن في حينه حتى لعدم طيب احداث اي يعني ربكه في الوقت او في طيب الدخول او الانصراف من المدارس. بعيد عن البروشورات او المنشورات اللي توزع من قبلكم او من قبل التعليم، هل في شيء عملي ممكن يكون في الميدان؟ بتكثرون رجال الامن في الميدان عند الاشارات عند التقاطعات؟ لانه انت شايف الزحمه الان وتو ما بدات الدراسه، يعني كيف ممكن يكون الوضع اذا 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 بدات الدراسه؟ نعم بالنسبه لل كما اسلفت الخطه المروريه يعني اعدت مسبقا وبوقت مبكر يشارك فيها تقريبا حوالي 2000 رجل مرور بالاضافه الى حوالي 1500 اليه. طبعا هذول يتواجدون بدايه الصباح يعني العمل اليومي المروري يبدا من تقريبا الساعه 5:30 فجرا يستمر حتى حتى انتهاء ذروه الخروج المعلمين والمعلمات من المدارس وعودتهم منازلهم وبالتالي ايضا تبدا ذروه اخرى وهي ذروه عوده الموظفين. صح. طبعا يعني محفوظ بالحسبان باعتبار انه المعلم او الطالب يسلك نفس الطريق بشكل يومي. صحيح. فعندما يعني ان شاء الله انه هذا المامور من جميع المعلمين والمعلمات والطلبه انهم ينتظموا ويتقيدوا بالتعليمات والانظمه المروريه سنضمن باذن الله انه هذا الطريق الذي يسلكونه بشكل يومي سينضبط وسيكون هناك امن مروريا وبالتالي سنتوفر فيه السلامه المروريه وبالتالي ايضا ستنخفض الحوادث المروريه. طيب العميد الدكتور محمد شباب القمي شكرا لك ويعطيك العافيه ومعانين ان شاء الله، الله يوفقكم.